دورت اقسم بالله. الارض نظيفه انزل عادي؟ اه نظيفه طبعا اتفضل. يلا نجهز. نجهز. نجهز ايه؟ قول للمنتج انا مش هصور شوت واحد غير لما اخد الدفعه من 40 مليون. موجوده في شنطه. مش اقل من 7 شنط. انا مش اقل من عبد الله السعيد. يا نجم هي الفلوس دي هتكمل بيها بقيه الفيلم ولا هتاخد صوره مع المنتج وتخلع؟ معلش انا اسف يعني. هو حضرتك مين؟ انا نور الشريف ممثل معاك في العمل. اه بتعمل معايا دور صغير يعني؟ لا اصغر من كده بكتير. ده احلى لعلمك بجد. استاذنك بس لو لايف والمصحف. اه يلا اوكي. تعالوا معانا. تعالوا حوالينا. ربنا يخليك. نزل ايدك يا حيوان. نزل ايدك يا حيوان. ايه ده يا ايدك؟ انا ما خدتش بالي والله. صباح الفل على جمهوري الجميل. انتوا عارفين طبعا ان انا بحب اشارككم في كل حاجه. انا لسه واصل اللوكيشن حالا وواقف وسط مجموعه من المجاميع والكمبرسات وجنبي اهو كمبرس ومجاميع وحاطط ايدي عليه عادي مش قرفان منه لان انتوا عارفين طبعا ان انا بني ادم متواضع جدا. هاشتاج انا بقف جنب الكمبرس عادي. يلا اشوفكم كمان شويه. يلا سي جدا. طب نراجع المشهد سي جدا. خدت بالك لما شتمته؟ ايوه كنت واخد بالي اصلا من الاول بس متواضع قوي. بكره تبقى احسن منه 100 مره. ده انا بكره ادوس على دماغتهم كلهم بس سابقه بس. طب مش هنجهز ولا ايه؟ يلا يلا نجهز. يلا يا استاذ. يلا نجهز. منين نروح؟ منين؟ من هنا. حاضر يا استاذ. يلا يا بنت. يلا نجهز. هنجهز. يلا نجهز دلوقتي. انت هتبقى واقف هنا واستاذ محمد رياض هيكون قاعد هنا. عارف هتقول له ايه؟ عارف يا باشا وحافظ صم. اما نشوف. يلا يا اساتذه تصوير. مساء الفل على جمهوري الجميل. انا اول يوم في الفيلم اهو اول مشهد بعمل كسرة ملك الفرس. اللبس زي ما انتم شايفين. هاشتاج ما اقدرش اعمل اي مشهد غير لما اخد راي جمهوري الجميل. يلا اشوفكم كمان شويه. يلا ستاند باي. يلا كلاك. علم غير 18/6 اول مره. اكشن. مولاي هل اتي لك بالطعام؟ لا ساكتفي بالفاكهه. ولكن الخوخ ني. انت بتعاملني كده ليه؟ انا؟ ايوه انت بتعاملني كده ليه؟ ليه؟ ما كلا لم اعاملك. كلا ايه؟ كلا ولم اعاملك. انا بكلمك انت يا استاذ محمد رياض في كاميرا دايره. ما هي دايره على الكل. وبعدين الكاميرا بعيد. ما يصحش تكلمني كده يا ابني. المشهد شغال شايفين. بس انت تقوم تعاملني كده عشان انت مش عارف. انتوا الممثلين اول ما يقولوا اكشن على طول شخصيتكم بتتغير. بص حضرتك انا عايزك تديني بالكفوف جامد ولا اقول لك وقعني ودوس على وشي عشان الناس تتعاطف معايا. ايوه بس كده هم هيكرهوني انا. انت فهمت؟ انا مش زماني قاعد هنا على الكرسي في مكاني. اه في ايه؟ انا مالك مركب مايك. الظلم اللي في المهنه دي حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. تقريبا شايفيننا وسامعيننا. شايفيننا ازاي؟ طيب سامعيننا ماشي. ايه انت يا حمار انت؟ اه يا فندم. يا استاذ رياض مش حضرتك. انا بقول للحمار التاني. انا اسف استاذ. ازاي تكلمه والمشهد شغال بس؟ معلش يا استاذ عندي انا دي. معلش. يلا يلا خش كلاك. خش كلاك. اعمل غير 18/6 تاني مره. سوري يا استاذ معلش بس ركز. بص يلا اكشن. هل اتي لك بالفاكهه؟ لا ساكتفي بالطعام. لا المفروض انا اللي اقول لقد اتي لك بالطعام وانت اللي تقول الفاكهه. ما خدش باله. ايه اللي ما خدش باله؟ ما خدش باله. هو بس احنا خدنا بالنا. عملت خلاص. قول انت صح الكلام عندك انت. بتاعت ايه؟ قول بتاعت الرساله. انت لخبطتني انا عاوز بالرساله. من الرساله. اه من الرساله. هل اتت رساله هرقل ملك الروم؟ نعم اهي ابعتها لك على انهي خط؟ لا كت يا جماعه، ده بيهزر يا جماعه. بيهزر ايه يا استاذ؟ ما انت مالك واكيد عندك خطوط كتير. يا استاذ انا كان صعبان عليا. انا بعتذر، لو سمحت تطلعه بره. يا جماعه معايا تليفون بس عامله سايلنت والله ما ضرتش حد. معلش يا استاذ احنا اسفين خلاص. معلش يا استاذ معتز هو غلبان ولسه جديد مش فاهم. يا ابني احنا في عصر قديم ما ينفعش يبقى فيه موبايلات. ازاي يعني؟ هو انت مش معروف انك الاستاذ محمد رياض؟ ايوه بس انا دلوقتي بعمل شخصيه واحد قديم. والجمهور بقى، الجمهور بقى مش عارف ان انت محمد رياض وبتعمل شخصيه ولا عارف؟ عارف بصراحه. لعلمك الجمهور ما بيحبش الاستخف بعقله. يعني انا استخدم الموبايل عادي؟ اه عادي. مكتوب عليه وابعت ميلكس للملوك. ابعت تليكس للملوك زي ما تحب. طب لو حرب وكده نروح بالعربيه بقى. لا يا استاذ رياض يا جماعه انا سامعكم عندي هنا. معلش احنا اسفين. احنا جوه المشهد. طبعا المشهد شغال احنا قاعدين سامعينكم كلنا. اسفين يا استاذ معتز. معلش اسفين جدا.